تتابعونا في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. ما منظور إسرائيل الأمني للشرق الأوسط؟ هل استبدلت إسرائيل بعقيدتها الأمنية التي تتعامل مع محيطها العربي كأعداء استراتيجية أمنية أكثر انفتاحاً على العالم العربي؟ هل تتجه تل أبيب لبناء تحالفات دفاعية مع المنطقة العربية أم أن تحركاتها محاولة للتنسيق والتعاون الأمني مع الدول العربية لخدمة أهدافها؟ وفي زهرة المدائن، سكة قطار القدس يافا، التاريخ المجهول لسكة الاستعمار. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين عبد الحميد أبو زيد، أول طيار عربي يقصف تل أبيب.